sabe, olha, ainda vai ter. السلام عليكم ورحمه الله. كنشكر هبه برايس على التواصل ديالها وعلى الحضور ديالها في مثل هذه الفاجعات. هي فعلا فاجعه، تلقينا خبر ديالها على ان دراجه ناريه مع شاحنه كبيره، هذيك الدراجه الناريه اللي كان على متنها الزوج والزوجه والابنه اللي لقاو الحتف ديالهم، ان لله وانا اليه راجعون. الله يرحم الجميع، الله يرحم جميع الموتى. نعود ناكدوا ونقولوا على اننا كمنظمة حقوقية كتدافع على الحقوق ديال المواطنين، خاصة ملي كتكون مسألة متداخلة فيها عدد ديال المسؤولين، من بينهم الجماعات، ومن بينهم الجهة، من بينهم الأمن، من بينهم الوزارة. الطرقان بحال ما هكا راه كتعد نقطة سوداء، هاد الدائرة هادي، هاد المدارة هادي نقطة سوداء. راه حتى من الساكنة راه كيسميوها مدارة الموت، خطيرة بزاف. ملي كنشوفوا على ان الطريق هذه كيدوزوا منها اللي كيجيو من سبطات من الليل، واللي كيجيو منها واحد ديال البرنوسي كيخرجوا على اناسي من طريق جديده، واللي كيجيو من الشلالات اللي ولات هي طريق دابا رئيسيه تقريبا، ولاو فيها شاحنات كبار بتواجد شركات هنا. عاد عاوتاني كاينه لوطوروت اللي هي طريق سيار الرابط بين الرباط والدار البيضاء والدار البيضاء الرباط، كذلك كاينه المدخل ديال 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 عين حروده. هنا المدار راه ولات عليها ضغط، ولات كتشكل خطوره لا على السائقين ولا حتى على المواطنين. زيد عليها راه دابا مازال الناس كبار ممكن انه يعرف يجري راسه باش يقطع وباش يوصل حتى للنقطه اللي بغى يمشي ليها. راه هي الاطفال اللي كيسكنوا هنا وكيقراو مثلا في, 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 في مركز 17، راه والديهم اللي كيخرجوهم يمشيو يقراو كيبقى كبدتهم عند فامهم، امتى غيرجع هاد الولد ولا هاد البنت؟ هنا خاص مسؤولين يوعوا بالمسؤوليه ديالهم، سواء كانوا في المجلس الجماعي، سواء كانوا في الجهة، العمالة، الوزارة، جميع المتداخلين في الدولة المغربية خاصهم يتداخلوا في هذه الأمور، هذه خاصهم يوضعوا لنا حد لهذه المشاكل. من المسؤول اليوم على هذه الفاجعة اللي كتروح الضحية ديالها أسرة بأكملها، واللي كانوا دايزين يعني غاديين لل 17 أو المنزل ديالهم، ولا يعلم الله فين كانوا غاديين، توقعوا مساكن في هذه الحادثة تسير، اللي تيقولوا الناس أن هذا مول الرموك جاي بسرعة مفرطة، شنو ممكن تقول؟ قدر الله ما شاء فعل بالدرجة الأولى. الله سبحانه وتعالى عنده بزاف ديال الأقدار في هذه الأمور. المسؤولية كنحملوها بالدرجة الأولى المجالس الجماعية. نعم. اللي متداخلة في هذا الشأن هذا. كنوجهوها للجهة، كنوجهوها للعمالة، للولاية، للوزارة ديال الجيز، لأن هادو كاع كلهم مسؤولين على هذا الشيء هذا. النمو الديموغرافي، النمو العمراني كيخول لينا على أننا نطالبوا بإعادة الإصلاح ديال البنية التحتية، من طرقات، من لاسينيسمون، بزاف الحوايج، الإنارة، الأمن، كل شيء. هادشي هذا فيه متداخلات كثيرة. المسؤولية الكبيرة ديال هادو اللي تحملوا المسؤولية ديال المواطنين، أش وجدتي ليهم؟ أش عطيتيهم؟ ما كندويش على هذا المجلس الحالي أولا على الحكومة الحالية، وأنا ما كندوي على هادشي هذا، راه من الأولين ولايات سابقة. لهذا كنعاودوا نوجهوا الرسالة ديالنا. راه هادشي هذا غير ما نزيد في الخطر. عطيونا شي حاجة أخرى اللي غادا تعوض هذا الازدحام هذا اللي حنا كنعيشوه، هذه الكارثة هذه اللي كتوقع. ما عنديش شي حاجة غادي نضيفها، حاجة وحدة اللي غادي نضيفها وهي قدر الله ما شاء فعل. نتمنى على أن الضمير ديال المسؤولين يحيا ويفيق بهذه الفضيحة هذه اللي حنا كنعيشوها. والسلام عليكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.